أخبار اليوم. غادر اليوم الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي متوجها إلى قبرص على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام بدعوة من وزير الدفاع القبرصي، والتي يجرى خلالها العديد من المباحثات الهامة تتناول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.